ازيكم؟ شويه في حلقه جديده من داون على، بما ان الحلقات اللي فاتت اللي على التيك توك عجبتكم وحبيتوا تبقوا في حلقات مفصله اكتر، فقلنا نقعد هنا بقى براحتنا على اليوتيوب وايه نتكلم وناخد راحتنا بدل ما احنا مزنوقين في دقيقه واحده على التيك توك. حلقه النهارده اكتر حلقه طلبت مني ان انا اتكلم عنها بالتفصيل، وهي الاير سسبنشن. الاير سسبنشن يا جماعه، يعني قبل ما نخش في اي ديتيلز، يعني ما تخضوش من السبوره، قبل ما نخش في اي ديتيلز خلينا ناخد فكره بيزيكلي عنها وعن تاريخها. الاير سسبنشن يا جماعه موجوده من التسعينات، تمام؟ اول واحد كان مخترعها كان اخترعها في 1901، وكانت اتعملت على عجل. طبعا حاجه غريبه بس كانت على عجل، وبعدها ابتدت بقى التكنولوجي تتطور ويستعملوها في حاجات كتير. بيزيكلي الاير سسبنشن بتستعمل في الحاجات التقيله اكتر من الحاجات الخفيفه، يعني دايما تلاقيها في القطارات، ممكن تلاقيها في التريلات، في الحاجات التقيله، عشان هي بتبقى ارخص شويه وفي نفس الوقت عمليه اكتر. الاير سسبنشن يعني كلنا سمعنا شركة ايرليفت، تمام؟ شركة ايرليفت اساسا يعني ابتدت في 1949 1950 على حسب، يعني في مصادر بتقول كده ومصادر بتقول كده، ولكن هي ابتدت في التسعينات. فانت متخيل بقى كمية التكنولوجيز والديفلوبمنتس اللي اتعملت في الموضوع ده وفي الطريقة المعينة دي من طريقة السسبنشن او التايب ده من السسبنشن. فالنهارده احنا هنتكلم بيزيكلي عن حاجات خفيفه خالص، وعن يعني الموضوع بسيمبل جدا، وعن الف ب في الاير سسبنشن، عشان هو في حاجات كتير، بس خلينا الاول نفهم الكونسبت بتاع الفكره دي ازاي، وبعد كده نبقى نخش بقى في الديتيلز ممكن في الفيديوهات الثانيه. الاير سسبنشن عندنا يا جماعه، يعني قبل ما نتكلم عن شكلها وعن اي حاجه، خلينا نعرف ان احنا عندنا المساعدين العاديين، تمام؟ المساعد العادي اللي عندنا اللي هو عادي مساعد بزيت، تمام؟ وبيحواليه كويل كده اللي هو بيبزرف الشوكس من الارض او من مثلا النقر والمطبات والحاجات اللي بناخدها. النوع الثاني اللي هو بيبقى مصنوع من الخشب اللي هو الليف تايب، تمام؟ الليف تايب ده من اللي ايه مثلا على العربيات اللي هو بينقل العربيات على التريلات وكده القديمه، بيبقى موجود عليها النوع ده. الاير سسبنشن بتبقى مكونه من مجرد تو باجز او باج، حسب طبعا هنتكلم عن الانواع بتاعتها، بس هنتكلم عن الشائع في الافتر ماركت. بتبقى مكونه كده من تو باج، بيبقى يعني بيبقوا فوق بعض كده، بيبقى جواهم الهواء، تمام؟ كومبريست اير، وبيبقوا فاضيين خالص. هو الهواء ده اللي انت عربيتك على الهواء، يعني هي بتبقى هواء مضغوط بيستقبل الشوكس اللي جايه. رابر ممبرين وبريشرايز اير على طول، مفيش اي حاجه، مفيش كلام يتقال في الموضوع كتير، هو بيبقى مجرد الدعم. ناخد التفصيله شويه عن الكومبوننتس اللي موجوده في الكيت كامل او في المنظومه كلها. لو سي مثلا ده عندنا الشاسيه بتاع العربيه او العربيه بتاعتها مفصله، تمام؟ ادي الشاسيه وادي الحاجات بتاعته. الكومبوننت الرئيسي اللي عندنا هو الكمبريسور والريزرفوار بتاعنا، تمام؟ وشويه زي بايبس ولوبس كده بتبقى بيمشي فيها الهواء المضغوط، اوكي؟ وعندك ادي مساعد الكهرباء بتاعنا، سوري مساعد الهواء بتاعنا للسسبنشن بتاعتنا، مساعد 2 3 4، تمام؟ فوق كل واحد بيبقى فيه عنده السنسور بتاعه، بيعمل عشان يعمل ادجست او يبعت البيانات بتاعت المساعد ده للكنترول يونت اللي عندنا. طبعا بيبقى في كنترول يونت بسيطه ما بين الفئات وما بين مثلا الماركات، والتنافس كله بيبقى في موضوع الشبايه او الكنترول يونت دي. بتقدر تقدم لك حاجات قد ايه، بتقدر تديك اوبشنز، الاوبشنز كله بيبقى في اللعب في الحته دي من الاخر. وان ممكن مثلا بدل ما يبقى عندك كومبريسور واحد يبقى عندك اثنين كومبريسور، فاهمني؟ مثلا بدل ما تجيب ريزرفور صغير تجيب ريزرفور كبير. هي ده اللعب كله، ده اللي بيبقى فرق في الاوبشنز يعني. ولكن بيزيكلي خالص بيبقى عندك شبايه على الاقل، ابسط حاجه بتعملها هي تديك ريات كل مساعد، تمام؟ تمام. الكومبريسد اير سوري الكومبريسور بيكمبريس الاير للريزرفوار اللي عندك، ومن تحديدات الكنترول يونت بتودي بقى لكل مساعد الهواء الموجود، او انت مثلا عايز توتر العربيه تديها مثلا اوردر مثلا ايا كان بزرار او من موبايلك حسب نوع اللي انت جايبه او الاوبشنز اللي انت جايبها. اوكي، التايبس بتاعتنا في المساعدين اشهر تو تايبس، تمام؟ والكونفلوتد ده اكتر واحد بيبقى موجود دايما في الافتر ماركت، بنشوفه على الكتات دايما. ده بنلاقيه يعني اكتر شويه في العربيات التريلات او مش التريلات، النص نقل وكده. فده بيبقى العربيات الهيفي تراكس يعني او الهيفي كورز، تمام؟ وهنا بيبقى عندك ده العربيات العاديه او الكتات اللي احنا بنجيبها العربيه بتاعتنا. الشكل مبسط جدا، حاجة زي بقى تو باجز قربتين مثلا، وبيبقى الهواء بينهم، وبيتضغط بقى من هنا، لان هنا بيبقى فوق السنسور، وهنا بقى الهواء بيخش وكمبريس هنا. اوكي،
رولينج لوب نفس الحوار. سوري قبل ما رولينج لوب، لما يعني لما بتقلل الفوليوم بتاع الهواء جوه عشان مثلا تحط العربيه او مثلا في نقره جت او حاجه، بيبقى الديستنس اللي بتمشي بيها بتبقى كده، يعني ديستنس ودي ديستنس ثانيه، تمام؟ دي بتقل او بتكبر. اوكي، في الرولينج لوب الموضوع مختلف شويه، تمام؟ سمبل اكتر من الكونفلوتد. في الرولينج لوب ده بيبقى عندك البيز بتاعك مثلا ماشي، وهي كده لوبت، لما الهواء بيزيد دي بتترفع، يعني عندك دي كلها بتترفع بتوصل لكده، فهي دي بتبقى التكنيك بتاعها. انواع السيستمز بقى اللي موجوده في الاير سسبنشن، عندك نوعين، عندك الكلوز سيستم والاوبن سيستم. ماشي، الفرق بينهم مش كبير. الكلوز سيستم بيبقى عندك السبلاي، اير سبلاي يونت بتاعتك بتضغط الهواء عندك في الريزرفوار، ومن الريزرفوار بتروح للاير سبرينج اللي هو المساعد بتاعنا. في الكلوزد لما مثلا الهواء يتضغط اكتر او انت عايز تخرج هواء، تمام، بيرجع تاني للريزرفوار، ما بيطلعش للهواء بره، تمام. ده ميزته ان هو بيديك ريسبونس احسن. الصوت، في ناس مثلا بتتضايق من صوت الهواء اللي بيخرج، الصوت بيبقى شبه صوت مثلا لما بتبقى مش من جنب اتوبيس الشعب ويفار من مره واحده كده، هو ده نفس الصوت اللي بيخرج، طبعا مش بيبقى لو ده. ومور افيشنت طبعا، ان انت يعني ايه مش كل شويه تقعد تضخ هواء تقعد تضخ هواء، لا انت عندك يعني فاهم سايكل كده من الهواء اللي دخل بيرجع تاني للريزرفوار او بيروح للمساعد. على عكس الاوبن سيستم، الاوبن سيستم عندك بيبقى فيه برضه نفس الكومبوننتس، الاير سبلاي يونت والريزرفوار والاير سبرينج بتاعتنا اللي هو المساعد، ولكن لما مثلا بيحب يخرج هواء، تمام، بيخرج على طريق الهواء اللي هو بره على طول، بيخرج من بره. فالاوبن سيستم مجرد كل ما يحب يفضي هواء يقوم يخرجه في الهواء، ما بيرجعش تاني للريزرفوار. ما فيهوش مميزات قوي، عادي، هو سيمبل شويه عن الموضوع التاني، وبيبقى تقريبا يعني شيبر شويه، ارخص شويه. بنسمع نفس الصوت لما بنسمع صوت العربيات بقى في الايفنتس او كده، او حد مركب اير سسبنشن ويوطي العربيه تسمع صوتها وهي بتهبط يعني. البروز والكونز، مميزات وعيوب. الموضوع ده انا شخصيا يعني شايف ما فيهوش عيوب، عيبه الوحيد في الكوست بتاعته، انا اتنقل عليها في الاخر. مميزاته عشان الناس اللي متعرفش، قبل اي حاجه مميزاته جمال العربيه وهي مرميه على الارض. انت نازل من العربيه، تمام، حطيتها واتيت على الارض وطلع بيتك، العربيه حرفيا ما تعرفش تنزل تحتها ورقه، فده جماله. وفي نفس الوقت ان انت عايزها واطيه واطيه، عايزها عاليه رايح مشاورك الصبح، عربيتك اللي انت مظبطها هي العربيه الديلي بتاعتك، رايح مشاوير الصبح مثلا شغلك في حته مكسره ايا كان مشاويرك ايه الصبح، تروح بضغطه زرار العربيه اترفعت ماشيه، تروح في اي حته، تخش في الجبل لو عايز. في نفس الوقت برضو يعني مثلا انت ماشي على الطريق عايز توطيها شويه، مثلا انت راجع من الشغل، فانت عربيتك دلوقتي عاليه، يعني لو هنقارنها بحد معاه كويلات مثلا بيمشي الاسبوع كله رافع كويلاته لفوق، او يعني معلي عربيته بالكويلات، وبيجي مثلا يوم الخميس يقوم ايه فاتح فكك الفرد او فتح الانجل فرق يعني كسر الفرد وبيحاول يوطيها، لا هو الكلام ده كله انسى، وجع بعد دماغ ده كله هو بزرار. انت راجع من الشغل مثلا عن طريق السويس عايز مثلا تزود الايروديناميك بتاعك شويه، عشان طبعا انت العربيه كانت قطه، الايروديناميك بقى احسن، الفيول افشنسي اللي هو توفير البنزين بقى احسن، انت وطيتها بضغطه زرار العربيه وطيت وماشي عادي خالص، ولا محتاج تقف وتفك وتعمل والكلام ده كله، مخليها حياه الناس بتاعت الاستانس اسهل واحلى بكتير قوي. دي يعني اكبر المميزات في الموضوع، تمام. بالنسبه بقى الكونز ومشكله الموضوع ده ايه، مفيش حاجه حلوه مش غاليه، او مفيش حاجه حلوه سهله. مشكله الموضوع ده حاجتين، بره مصر هي حاجه واحده الكوست، جوه مصر بقى انت عندك الكوست اللي هو في انت بتشتريه والسيرفيس. مش كل الناس في مصر بتعرف تشتغل ايرلفت، يعني اغلب اللي في مصر مع احترامي الشديد لكل الناس هو يعني زي ما تقول كده بلدي او شغل تحت السلم شويه، بتفرق من بلدي لبلدي اقل لبلدي اعلى، فاهم؟ بس في الاول وفي الاخر مش بيرفكت، مثلا بالشركه بتوكيل كده ليه؟ عشان غالي، غالي قوي كمان. انت مثلا الناس اللي بتشتغل شغل محترم بيقول لك انت بقى تجيب الحاجه من بره، هو بقى تجيب لك الحاجه من بره، تمام، ويعملها لك انستولمنت هنا في مصر. انما عندك بقى ان انت تعمل كل اللي انا بقول لك عليه ده، سوري يا جماعه، بيبقى مكلف جدا. يعني انت بتتكلم، يعني انا بسمع ارقام يعني وهميه، يعني انت عندك البلدي والحاجات دي مستعمل، بلدي ومستعمل او شغل تحت السلم مستعمل بتتكلم في 20,000 25,000، الاوريجنال بقى تخش لك بسمع ارقام زي 80 و100 وحاجات، يعني ارقام غاليه قوي على حاجه زي كده. فهي جميله والموضوع كله مميزات،
ولكن هل مثلا هو كقيمه مقابل سعر يستاهل؟ يعني قولوا لي انتوا في الكومنتس، يعني انتوا شايفين ايه؟ قولوا لي انتوا في الكومنتس انتوا شايفين ايه في الموضوع ده، هل هو كقيمه مقابل سعر يستاهل ولا لا، ايا كان الشغل تحت السلم ولا لا. موضوع السيرفيس، انت لو شاري ايه من شركه محترمه تمام، وهم عارفين مثلا ان هم ما لهمش وكيل هنا في مصر او كده، لو حصل اي حاجه طبعا. هو الموضوع هنا يا جماعه مش مضمون زي الكويلات، يعني في الاول وفي الاخر الكويلات هو حديد في حديد، مش هيحصل حاجه، مش مثلا دي هتتفرقع مثلا المساعد يضرب، الكلام ده بيحصل عندك طبعا في الكويلات، ولكن الريت هنا ممكن يبقى اعلى سيكه لو حاجه مش اوريجينال او حاجه بلدي تمام. لو حاجه تحت السلم كده طبعا الكويلات هتبقى اعلى كده كده. انت رينج او يعني ريشيو الكويلات للاير ليفت او للاير سسبنشن رينج 1:10، انت بتتكلم ممكن تجيب حاجه محترمه جدا، كويل محترم، طقم كويلات محترم جدا ب 20,000 جنيه، وممكن تجيب حاجه اير سسبنشن محترمه ب 100,000 جنيه. انت شايف الريشيو عامله ازاي؟ كتير قوي. ف السيفتي هنا يعني دي نقطه ان انت بتتكلم ككوست تمام. انت لو جيب حاجه، قلنا بقى بالنسبه للكوست، لو جبنا حاجه سعرها قليل تمام، بلدي مثلا ب 20,000 جنيه تمام، وجبت كويلات ب 20,000 جنيه، لا انت اكيد الكويلات ب 20,000 جنيه دي هتبقى امن بكتير قوي كقيمه مقابل سعر. انت بقى لو جاي حاجه محترمه تمام، ومش هتلاقي لها سيرفيس في مصر، ولكن انت لو جايب حاجه محترمه اللي هي 100,000 جنيه، نادر جدا يحصل انفجار زي اللي بيحصل هنا مثلا، او مساعد يضرب، وكان طبعا الكلام ده نادر جدا في الشركات المحترمه بره مصر. ولو قدر الله حصل، هو بيبقى الشيبنج عليهم وبيبقى كل حاجه عليهم، بيجيب لك قطعه الغيار ثانيه، وطبعا بيبقى في تعويضات وحاجات كده كتير، ولكن الكلام ده مش في مصر. صعب قوي توصل لحاجه زي كده، اصلا انت لو دافع 100,000 جنيه في مساعدين حقك تعمل اللي انت عايزه كله في الشركه. فصعب قوي تلاقي حد بروفيشنال يعمل لك انستولمنت لحاجات محترمه فيه، وهياخد فلوس كتير بس نادر. وقيمه مقابل سعر، بنتكلم كل الموضوع قيمه مقابل سعر، الموضوع ده كله جامد جدا. ولكن لو جيت فكرت لها في الاخر، ما انا ممكن اجيب مثلا بربع الثمن طقم كويلات مثلا بلشتاين، اجيب دي 2، اجيب اي حاجه محترمه، اي حاجه قويه جدا، هعرف اوطي العربيه واعليها. طبعا هيبقى ميكانيكال شويه بدايه، ولكن هوفر فلوس كتير قوي ممكن احطها في العربيه. فهي كلها في الاول وفي الاخر ليها علاقه بانت امكانياتك ايه، او انت يعني دي ممكن ناس كتير قوي اللي هو الناس بول ستانس هو شايف ان دي اهم حاجه عنده، بل بالعكس. انت مثلا لو واحد بتاع بيرفورمانس، لا يا عم انا اوفر 80,000 جنيه واحطهم في العربيه، كنت كده جبت تيربو كيت وتونت وعملت كل اللي نفسي فيه. فهي اولويات ما بين انت دماغك في التعديل مش شغال فيه. ده ممكن الناس تتغاضى عنه بتوع زي ما قلت لكم بتوع الاستانس، انما مثلا لو حد بيدور على ستابيليتي وبيدور على اداء، على فكره يا جماعه برضو اير سسبنشن في منها انواع كتير قوي بقى. لما تيجي تشتري في الشو اوف والكار ميتس، وفي موجود للناس اللي هي بتاعت البرفورمانس، يعني ما غركش انت تحس انها ضعيفه، لا هي بتستعمل في تريلات، بتستعمل في تراكس تمام، بتستعمل في اوف رود، يعني في عربيات كتير قوي بتستعمل في اوف رود، في عربيات بتستعمل في ايفنتات دريفت. فهي كبرفورمانس هي بتستحمل قوية ان انت جايب حاجه محترمه، انما احنا بنتكلم عن اللي في مصر، اللي في مصر بلدي قوي، هي اللي في مصر ممكن تجيبها، ما عنديش مانع، انا ما عنديش مانع اجيبها، وانا واحد بتاع ستانس هجيب المضروبه كده كده، انا مش هعمل بيها حاجه، انا عربيه فورشونج اوف مش عربيه عمليه او مش عربيه ديلي، فاهمني؟ انا جايب العربيه هروح بيها ايفنتات، انا عايز اعمل عربيه شكلها حلو تبقى قدام عيني، فاهمني؟ استعملها يوم الخميس بالليل بتاع كده، هي هتقوم بالواجب. انما مثلا هتلاقي مثلا مسافر بحاجه مضروبه زي اللي انت مركبها مثلا، ممكن مثلا لا قدر الله باجي يضرب، وانا مش بقول كده من هري او بخمن، لا انا اعرف ناس شخصيا كان راجع من سفر والباقي المساعد ضرب بين محور بقى. فاظن كده تكونوا استفدتوا. لو حد عنده اي اسئله قول لي في الكومنتس، ابعت لي ديم على الانستجرام، انا برد على الناس كلها. ولو عندك اي حاجه عايز اشرحها لك اشرحها لك في فيديو، وقولوا لي مثلا التوبكس اللي انتوا حابين نتكلم عنها في الفيديوهات الجايه، وبقى لايك وكومنت وسبسكرايب كده، وشير الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا، ورواقوا علينا، وشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله.